السلام عليكم ورحمة الله. أول ما تشتري سامسونج أو إذا أنك توك مشتري سامسونج S8 بلس أو S8، هاي الشغلات اللي أنا حصلتها مفيدة إني سويتها أول ما أخذت التلفون، حبيت أشارككم فيها وتشوفون الشغلات اللي أنا همتني أول ما بديت عشان أستمتع بتجربة أفضل للتلفون وتجربة قصوى للتلفون. سويت هذه الإعدادات على تلفوني، سووها إذا حبيتوها، وإذا بغيت تعرفوا شغلات ثانية عن التلفون دائما هدوكم من تحت، ممكن تسوون سبسكرايب للقناة إذا تبون الجديد. على حسب دعم هالفيديو إن شاء الله راح ننزل فيديوهات ثانية، أتمنى يوصل هالفيديو إلى 100 لايك، وإذا الفيديو هذا وصل ل 100 لايك إن شاء الله بنسوي اللي بعده. اول اعداد متاخذه سامسونج، واهم شيء عندي انا يوم اخذت سامسونج نزل المنيو اللي فوق، روح الاعدادات الى الشاشه، تعديل الشاشه، تغيير وضوح الشاشه، الشاشه متي 4K من المصنع حق البطاريه. اهم شيء سويه في بار هني، هذا يغير وضوح الشاشه من تغير مكانه، لو سمحت ممكن تغير مكانه. اذا انا اول ما اخذته سويت الشاشه على طول 4K لا اعلى وضوح، لكن على حساب البطاريه على فكره، يعني مش على بلاش، لكن يغير تجربه التلفون، الوضوح وعمق الالوان اللي تحصله من الشاشه يختلف. هذا اغير الشاشه الحين، الشاشه العاديه الى العاديه، هذه اللي فول اتش دي واللي جدا واضحه. روح الاعدادات مره ثانيه الى 60 ديسبلاي، رجع 4K، عمق الالوان والكونتراست للشاشة يكون وايد غير على 4K، على الاستعمال يبين اكثر، وخاصة يبين على الايقونات. هذا شيء لازم تعرفه. في حركة ثانية ممكن تطلع وضوح الشاشة ولا تغيرها بدون ما تلمس التلفون حتى، اوبن سكرين ريزولوشن، هذا اللي متعايز. طبعا بيكسي لازم تسوي حساب سامسونج، وحساب السامسونج تدخل فيه اونلاين على بيكسي في التلفون على اساس انه يسوي هالشيء. مشكله بيكسي ما يتكلم الا انجليزي، من تعطيه امر بالانجليزي يسوي لك اياه، وعنده صلاحيات التلفون منها امور ثانيه بنشوفها في الخطوات اللي بعدها. اول شغله انا اسويها يوم اخذت السامسونج غيرت الوضوح الى اعلى شيء، على الاقل اخذ التجربه حتى لو اني بنزل الوضوح فيما بعد حق البطاريه. ثاني شيء نسويه ندخل على تطبيق الكاميرا، هذا ثاني شيء لازم تعرفونه. تطبيق الكاميرا، الكاميرا تصور 4K لكن في الوضع الطبيعي ما تصور 4K، لازم ندخل الاعدادات ونغير. اول شيء هنا الرير كاميرا، الكاميرا الخلفية نحولها الى اعلى شيء 4x3 الى 4K، ممكن الوايد 16x9 الوايد اللي هي قياس الشاشة نفس شاشة الكمبيوتر. انا شخصيا افضل 4x3 على التلفون، فلها سبب اخترته، ما في سبب ثاني، السبب الثاني الميجا بكسل طبعا، بس ما في مشاكل، ممكن بعد امر صوتي يعني. change rear camera resolution، مش solution resolution، انا قلت بيعطينا اختيار رير كاميرا ولا الاثنين رير السايز، ادخل عليه. اذا سمع البكسي، اذا سمع الجمله صحيحه راح يفتح بروحه على الجدام. حصلت اكس بي، حصل ليفلات كنا جيمنج، واللي متابعني على الجيمنج يعرف انا شو اتكلم عنه. في التراكنج وغيره انا خليته، والفرونت كاميرا هذا بيفرق وياكم، حطيت على اعلى شيء 8 ميجا بكسل، طبعا وضوحها جدا ممتاز، بسوي لكم بينها وبين ايفون بعدين مقارنة. هاي اول شغلتين سويهم يوم اخذت سامسونج، تغيير وضوح الشاشة، وثاني شيء تغيير وضوح الكاميرا يفرق معك فرق كبير. ثالث شيء لازم تعرفونه السناب شات، الفيو في السناب شات غير، مثلا هذه كاميرتي وهذه الاضاءة، والسناب شات راح يعطينا مثلا صورة، خلينا نحول على بوكس السامسونج مثلا، خلينا نحول على بوكس السامسونج مثلا، شوفوا
لازم نعرفه السناب شات. السناب شات بوضوحه غير عن اللي متعودين عليه، بيعطينا الشاشة كاملة مع الزوايا في الكاميرا، ما بيكون موجود كفي كل السنابات. لكن مثلا سناب يعني هذا، شوفوا وضوح الشاشة هذا وانا موجود اسوي سنابات تكفي سد الشاشة كاملة. جميلة جدا جميلة جدا. رابع شيء لازم نعرفه، يوتيوب. لايبراري ماي شانل. الشاشة لحجمها تعطينا اوبشن ثاني، هنا نعدل لكم وضعية الشاشة. اليوتيوب يعطينا اوبشن ثاني، يعني اذا دخلت قناتي وفتحت مثلا اي جيم، نفرض مرحلة كراش، الفيديو ما راح يعرض نفسه كامل، بس كليك ممكن على تضحية 2-3 ملي من الشاشة. قناتي خفينا الصوت. ممكن كليك واحد على الشاشة تضحون باثنين ولا ثلاثة ملي من كل صوب من الفيديو، مقابل انه يكون فول سكرين. يعني اذا في شعارات ولا شيء غير مهم في اليوتيوب فوق وتحت، ممكن تاخذون متعة الشاشة كاملة مقابل مقابل الاثنين ولا ثلاثة من اللي هم موجودين. هذا شيء مهم ولازم تعرفونه. خامس شيء ابي نعرفه، او انت بتحب انك تسويه، الثيم. دخل الاعدادات ثيمات، بتحصل مجموعة كبيرة من الثيمات اللي ممكن تنزلها. ركز على الثيم اللي بتنزله. بس هذا الشيء تبون تعرفونه شيء جميل، تبون تحطون الشاشة وتغيرونها في البداية ل4K التون، تحتاجون بطارية. تقولون نبغى بطارية التلفون. هلا نعيد الموضوع، تنزلون المنيو، تروحون الباور سيفنج، بيسوي لك هو باور سيفنج، بيعطيك مود. هالمود شو يسوي؟ يزيد عمر البطارية، بس على حساب شو؟ يعطيك كل شيء يسويه، ينزل قوة البروسيسر، اذا اي شيء عندك شيء ورا يستعمل انترنت يسوي له حظر، الديسبلاي في شاشة العرض اللي هي الساعة في الخارج بتشوفونها بعدين في الفيديو، ولا اللي شفتوها في بداية الفيديو بعد موجودة، يشلها من الشاشة وينزل برايتنس 10%، يوفر لكم 3 ساعات. انا ما جربت شخصيا المود هذا، لكن الامور اللي يسويها فعلا المفروض انها تنزل استعمال البطارية. لكن بأكد لكم المعلومة بعد استخدام شخصي، لأن الشاشة تشغلها 4K أكيد استعمالها أعلى بكثير من شاشة الفل HD اللي نستعملها العادية، والثنتين حلوات. سابع شيء تبغى تعرفه عن التلفون قبل تسوي الألعاب، والألعاب جزء مهم من جزء. سابع شيء تبغى تعرفه هو الألعاب، والألعاب شيء مهم. أنا جربتهم على لعبتين أكثر ألعاب مشهورة. اللعبة الأولى كلاش رويال، ما تستعمل الشاشة كامل، لا تظل الحدة السوداء موجودة في الشاشة. اللعبة بعدها ما تدعم خاصية الشاشة الكبيرة. اللعبة الثانية اللي هي تدعم من نفس الشركة اللي هي كلاش اوف كلانس، كلاش اوف كلانس تستعمل الشاشة كامل من اولها لين اخرها. انا قريتي ما حطيتها بعد يعني. انا خليت الحين ما حطيتها على التلفون، هذا موجوده في الشانل وتشوفونها. وسوينا فيها شويه حروب، سوينا خرابة جديده، لكن هذا سابع شيء لازم تعرفونه. الشاشه ما تشتغل ولا ما تدعمها جميع التطبيقات او الالعاب، طبعا جوجل ماب او غيره من اول الناس اللي يدعمون التطبيقات الجديده، وهذا الحلو فيهم دائما موجودين مع وايد تلفونات. هاي الشغلات اللي انا حصلتها مفيده اني سويتها اول ما اخذت التلفون، حبيت اشارككم فيها.